ربما يجي على مصلحته، أنا نظن راه جاي على مصلحته. هذه هي. سلام لكل أوفيانا في قناة الجزائر أنوار، مرحبا بكم معنا في هذا جديد من صراحة راحة. اليوم راح نشوفوا رأي المواطن الجزائري حول زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر يوم 25 أوت المقبل. ما تروحش بيت، تبعوا معنا. ولا كان لتهدئة يعني الشيء اللي وقع والشيء اللي عنده، ما قال ماكرون عنده، ما قال على الجزائر، أو قال لا ما عندكمش حتى هوية، نورمالمون يعتذرها وجات هنا المناسبة يعتذر عليها ويبني صفحة جديدة، لأنه العلاقات هذه التجارية والله هذيك ما عندهاش يعني حدود والله هكذاك، هذه لازمة يعني ما بين الدول، تحتاجني ونحتاجك. ضيف مرحبا به، ولكن ماذا بينا العلاقات تبنى على استراتيجيات، وأوروبا هذه احنا ما بالنسبة لنا فرنسا من واجب استبدلوها بألمانيا في علاقتنا. لماذا؟ لأن الاستعمار القديم لا زالت أثاره ماتلة أمامنا في جنوبنا الجزائري العزيز، وما لحق بنا من أضرار لا بد من تعويضها، إن لم يكن اليوم فغدا تعويضها، نطالب بالتعويض، خصوصا نحن سكان الجنوب نعاني الأمرين من الآثار، خصوصا الإشعاعات النووية لا زالت أثارها حتى اليوم. لا يمكن بأي حال من الأحوال الأجيال مهما كان الجيل أن يفرط في حقه في التعويض. زيارة المرتقبة لرئيس ماكرون للجزائر هي أنا بالنسبة لي أنا هي زيارة عادية، تغيرت الأمور كثيرة في الجزائر وفي العالم. اليوم الجزائر ماهيش كما كانت زمان، اليوم هذاك الطفل المطيع هذاك تبدل ولا مسؤول ولا عنده كلمته. اليوم كاين حاجة واحدة باش ترجع العلاقات بيناتنا يعني طبيعية، كاين أشياء كثيرة. أول حاجة الاعتذار، تعويض ضحايا، الأماكن اللي غرسوا في النفايات في رقان وكذا منا باش نحيو المرض هذا ويعوض الضحايا، الناس اللي مازال تزيد اليوم. ماكرون ما بقاش ماكرون يعني كما كان بريسونس في وقت كما نقولوا احنا العصابه، دوك ماكرون جا ديزارمي يعني ما عندوش بوفوار كما كان مع الجزائر، يعني عنده كلمته صحيحه وعنده كما يقول لك اصدقاء بيان. دوك ماكرون جا جاي يبكي على الغاز، يهدر على الغاز، وجاي يطلب السماح ثاني باش يتلاقى ثاني مع البوفوار هنايا، باش يطلب السماح ثاني على ليبيا ثاني باش يشوفوا يحلوا المشاكل تاع ليبيا، يحلوا ثاني المشاكل تاع واسمو تاع مالي، وما عنده ما يقدر باسكو في فرنسا راهي ازمه كبيره، ما بقاتلوش يعني معيشه بالجزائر كما كان، وعنده تيو من فرنسا باطل، خلاص ما بقات له والو، جاي يشري جا عادي جاي يشري وجاي يطلب سماح، وثاني جاي الملف ثاني تاع الجماد تاع يعني باش يطلب سماح ثاني، باش احنا ماشي جا باش كيما مضاري يجي. كجزائري كوطني دونك مدام او جاي للبلاد الجزائر الله يبارك، وجاي يشوف بريزيدون تاعنا رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، انا مانيش حنم منه، نقول له مرحبا بك سي نورمال، اذا كان صلاح لبلادنا اكيد نقول له مرحبا بك، اذا كان الفايده للجزائر ماشي معناتها راهو جاء الفايده تاعو، ممكن تكون فايده لينا وليه. انا نقول له سوي لو بيانفينيو سي اون الجيري، نقول له مرحبا بك، وشنو اكيد 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 الفايده للبلاد، اذا ما كانتش الفايده للبلاد نقول له عاود دير ديميتور سير بلاس. سلام. زيارة ماكرون إلى الجزائر هي حاجة عادية، لكن قبل الزيارة لازم نعرفوا حاجة، هناك حساسية ما بين الجزائر وفرنسا هي حساسية الذاكرة. إذا كان عنده جرأة ماكرون إيمانويل ماكرون بليتو يقول باللي احنا جرائم الحرب رانا متبرئين منها، احنا كجزائريين رانا نحوسوا على دم الشهداء، والعلاقه اللي تكون اذا كانت علاقه تجاريه هذه ما فيها حتى عيب، ومن حقه كفرنسي يكونوا عنده لي مارشي، لكن حق الذاكره هو حق الجزائريين وحق الشهداء اللي ماتوا، احنا فرنسا وحنا وياها هناك حساسيه على الذاكره، الا بعثوا لنا الارشيف الحي اكونديسيون يورونا التقتيل الجماعي قضيه رقان اللي راهي دوكا دايره اوبستاكل، ميم الفرنسيين راهم يضربوا عليها،
وعندنا حتى لافوكات اللي راهي تضرب عليها. احنا كجزائريين هذا حقنا، وزياره ماكرون الى الجزائر حاجه عاديه اذا كانوا عنده نيه العمل. احنا من هذا المنطلق نقدروا ندولوا اول كما يقولوا اول انطلاقه، لكن يديكلارينا جماعيا يقولنا احنا نعتذروا على وسره، ما تقعدش الحساسيه لان الشعب الجزائري هذا ما راه يحوس. على بالو على راه جاي عندهم اتحاد بيناتهم، والناس برك ما على بالهاش واش راه يدير، على بالو كاين حل كبير عنده الرئيس، على بالو واش راه يدير. تزير السيد تما جاز قالوا باش يديروا حل بيناتهم، راهي الحاله ليها راهي الدعوه تزيرت عليه، وان شاء الله في اخر الجزائر، وان شاء الله ربي واش نقول لك في اخر، على بالو واش راه يدير الرئيس، والناس يتهضر برك الرئيس على بالو واش راه يدير، وان شاء الله ننجحوا فيها خير كبير لهنا. تيسس اي كون سونتوند باسكو لالجيري ا بوزوان دي زوتر. La France a besoin des autres. Il ne faut pas qu'on reste fermé. La politique étrangère doit prendre toute sa place et pour le bien du peuple algérien et pour le bien du peuple français. Il faut savoir que numérairement, on est une très très grosse communauté d'Algériens en France. Et pas que. Au Canada, en Amérique, à Londres, on a énormément de... d'Algériens un peu partout. Il y a, la diaspora est très puissante en France. Et j'aimerais qu'on trouve des accords, vraiment. Ne serait-ce que pour les jeunes qui ont envie de visiter la France, qu'on puisse leur faciliter les départs, qu'on puisse leur faciliter les visas. Et je trouve ça super important. كما شفتوا مشاهدينا الكرام كانت اراء بعض المواطنين فيما يخص الموضوع تاع نهار اليوم. انا ما بقى لي غير نقول لكم تلاقوا في مواضيع اخرى ان شاء الله. سلام.